بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على الاكسبشن هاندلنج. الاكسبشن هاندلنج ازاي بنعالج الاخطاء، اخطاء اللي بتطلع اثناء الران تايم بتخلي البروجرام يضرب. خلاص، عشان هاندل البروبلمز ديت اثناء التنفيذ بتاع البرنامج لازم يبقى في عندي تكنيك اقدر احافظ بيه او اصلح بيه المشاكل دي. بنستخدمه في حاجة اسمها تراي كاتش فاينالي، وفي جملة اسمها ثرو. ثرو انت لو انت عايز تطلع ايرور بايديك، انت اللي عايز تقول الكود، اما تراي بنحط فيها الاكواد او الكلمات اللي ممكن تضرب وتطلع ايرور. الكاتش بتمسك الخطا، لما الخطا يضرب في التراي تبدا تنقل نفسها. فاينالي كود انت عايز تنفذه كده كده، سواء حصل ايرور او ما حصلش ايه او ما حصلش ايرور. الانكاتشد اكسبشن، احنا قلنا ان الاكسبشنز كلها اصلا يعني كلها ورثه من ثروبل كلاس. يعني الانكاتشد اكسبشنز ديت بتحصل لما يكون في عندك مستيك في الكود، وده بيبقى اسمه ران تايم اكسبشن كلاس. في عندنا كلاسز مشهوره زي الاريثماتيك اكسبشنز، الحاجات زي مثلا لو قسمت على الزيرو، اري اندكس اوت اوف باوند اكسبشنز لما تدي ايه اندكس يكون اكبر، في سكيورتي اكسبشن، نال بوينتر اكسبشن، الى اخره من الانواع الكتيره. تعال ناخد مثال بسرعه نوضح يعني ايه اكسبشن. هعمل كده نيو اكزامبل وهقول له اكزامبل مثلا على حسب الرقم بتاعنا، وهقول له فانكشن اسمها مين، وعايز اطبق قدامكم واوريكم شكل الاكزامبل اللي ممكن يضرب او شكل الكود اللي ممكن يضرب. عملت val data variable وقلت مثلا 100 على الزيرو. المية على الزيرو ده بقسم، لو كنت قلت 100 على 10 كان يبقى زي الفل، المرة دي قلت 100 على صفر، واي اسم على الصفر طبعا ملهاش معنى وما بتنفعش، فهتريز ايرور. خلاص، فلما جيت قلت بعدها print line data value بتساوي الداتا اللي هو الفاريبل بتاعي، اصلا مفترض مش هيوصل اصلا، ده اول ما يقسم ال 100 على الصفر هيعمل ايرور شهير اسمه divided او divide by zero exception، خطأ او استثناء بسبب ان انت قسمت على الايه على الصفر. لو عملنا كده رن هنلاقي ادي على طول ضرب، قال الاكسبشن ان ثريد مين وجافا دوت لانج دوت اريثماتيك اكسبشن ديفايد باي زيرو، وضرب والدنيا كلها ضربت والكود ما كملش ولا البرنت ما نفعتش، مع ان هو الكود لو كنت قسمت ال 100 على 10 وجربنا كده دلوقتي مع بعض هتلاقي ان هو الكود اشتغل. يبقى مفيش ايرور في الكود او السنتكس ايرور او في كتابه غلط، لا لا لا، هو على حسب الداتا ساعات بيضرب وساعات ما يضربش، ده هو الاكسبشن.